مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ معكم نعيم من قناة نيمو. الفيديو هذا بيحكي عن شرح هاي الصورة اللي هلأ نزلت من نص ساعة. رح ورجيكم شو هي هاي الصورة وشو بتحتوي، ومشاهدة ممتعة. مثل ما بتعرفوا، إعلان سري الغاية اللي هو ظهر قبل بيوم، هلأ ظهر واحد تاني معنا بس بشكل مختلف. مثل ما شايفين بهذا الفيديو، ما في شي واضح أمامكم غير هي القنبلة مكتوب عليها بوم، ما في شي جديد. بس لما تغير ألوان هاي الصورة بيظهر معنا خريطة، وبيظهر مثل معالم لخريطة بدها تتعدل. هاي الخريطة بدها تتعدل، إذا أخذتها وطبقتها على الخريطة اللي هي حاليا عم نلعب فيها بيطلع محطة نفط اللي حكيت عليها أنا بالفيديو السابق، وبيطلع تغيير لمنطقة سليربي بجنبها، في تغيير للماب بده ينزلوا مكان جديد بهاي المنطقة. هذا الشرح الكامل لهذا الفيديو، وهيك كل شيء شرح معنا. اذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى من الاشتراك وتفعيل زر الجرس، وحط لايك للفيديو واعمل كومنت ليوصل لاكبر عدد من الناس. وبرعايه الله.